ازيكم عاملين ايه النهارده؟ رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل جوله في لعبه افاتار. طبعا اللعبه دي شبه توكا بوكا اللي لسه نازله من قريب تقريبا، فهعمل جوله فيها. ده طبعا اول مره افتح اللعبه دي، فيلا نبدا. فنجرب اول مكان، ده اللي هو البيت. ده التحميل بتاعها، لاحظت ان التحميل بتاعها سريع برضو. هنا شكل المكان حلو قوي والانيميشن بتاع الشخصيات حلو برضو. واو، بيتحركوا يعني مختلف عن توكا بوكا. بصراحة عجبني الشخصيات والألوان هنا أحسن من توكا بوكا. وفي شنطة اهي برضو. نشوف التعبيرات بقى والإنيميشن. ده أنا هنا وهي فرحانة، وهنا وهي عايزة تنام، وهنا وهي متعصبة. واو شكلها حلو قوي، عجبني قوي الصراحة. لو يضيفوها يضيف الحتة دي برضو في توكا بوكا هتبقى أحسن. هنا الألوان وشكلها حلو قوي. طب أنا عايزة أجرب تخليها تنام كده، مش عارفة أجرب خليها تنام. لا هي كده وقعت ولا ايه؟ اه تمام، حلو قوي بجد. ده في هنا تليفون. واو، نقدر نضيف شخصيات، حلو برضو. نعمل شخصية برضو كده. هنا شكل العيون حلو برضو. وانا عايزة اشوف الهدوم. الهدوم هنا قليلة بالنسبة لتوكا بوكا، يعني عندها هدوم والوان كتير قوي. والعين هنا نقدر نختار الالوان. واو حلو قوي. تمام نكمل بقى باقي الجوله بتاعه اللعبه. طب نشوف هنا في شنطه، يا هنا في اقلام كشكول برضو. تمام نطلع بره كده. اظن هنا في اللعبه ما نقدرش نصمم البيوت زي توكا بوكا. بس انا عجبني الصراحه انيميشن الشخصيات وهم بيتحركوا كده، لان تحس بتاعت توكا بوكا ثابته كده ما بتتحركش. وهنا في تعبيرات وحركات، بيعملوا باي باي كده، حلوه برضه. طب عايزين نشوف حاجات تانية. هنا الحمام. تمام وهنا المطعم. نجرب كده نحط حاجة، نجرب نخليها تاكل. واو بتاكل حلو برضو، يعني احنا بنحط لها وهي بتاخدها يعني في ايديها وبتاكلها عادي. خليها تمسك مثلا سكينة ولا حاجة.
هنا بتمسكها كده. كده انا حلوة الفكرة دي، عايزاها تمسك العلبة دي. طيب انا مش عارفة اخليها تمسكها ليه. امسكيها، استني، ما علينا، مش راضية تمسكها ولا انا مش عارفة اديلها. ايا كان، هو ده المكان، بس مكان صغير يعني، برضو مفيش حاجات كتير. نشوف الاماكن التانية عندنا ايه. هنا عندنا تقريبا هنا المسرح، من الشخصيات خلي ده ولا ده، بحب نلبسه ده ليه؟ تمام، هنخلي البنت دي مثلا تلبس الفستان ده. واو حلو، هي في هنا كاميرا اهو، واو بتطلع الصورة بجد، لكن في توك بوك ما فيهاش الحتة دي. طيب نشوف مثلا المسرح ده، تمام طيب المكان هنا حلو، في مكان هو السناكس وكده، فشار، عايزين نجيب فشار مثلا، نجيبه ازاي؟ نقعد بقى كده ليه؟ اظن احطه كده، ايوه خليها بقى هي تمسكه. جرب خليها تمسك السيف ده كده، وي حلو برضو. ده آراء الجماهير. طيب احنا نحط المفروض الكاميرا قدام المسرح كده ونصور. يلا صورة حلوة، يلا نكمل بقى باقي الجولة. لحد الآن حسيت ان اللعبة دي بالنسبة للانيميشن والألوان احسن من توكو بوكا، لان توكو بوكا ما فيهاش حركة او انيميشن كتير يعني. هنا تقريبا الحديقة، هنا الحديقة، تمام. لا واو تعمل يوجا كده، حلو برضو. هنا محطوط فيه أكل كده، ودي الشنطة بتاعت السفر، ودي الخيمة، حلوة برضو الخيمة دي، نقدر نحط في الشنطة؟ لا تمام. هنا بتشوي مارشميلو، أكلت وين؟ تمام. ده دي عربية ولا ايه بالظبط؟ نجرب كده نجيب حاجات. دي العربية بنحط فيها حاجات بتاعت الخيمة وكده. بالنسبة للأماكن دي شبه توكا بوكا يعني، عندنا في توكا بوكا نفس الحديقة دي، وشبه أماكن المخيم والمعسكر ده اللي موجود في توكا بوكا. في هنا مكان للصيد برضو، انا بمسكه واقعه اوب واقف الميه، المهم خليه يقعد كده، مش عارفه. في كلب زنطوط اهو، حلو. عايزاكم بقى تكتبولي في التعليقات لو عايزين نعمل فيديوهات عن اللعبة دي اكتر وكده، وناخد ارائكم بقى. عايزة اشوف التليفون ده في ايه مثلا، حلو التليفون ده، لان التليفون ده مش موجود في توكا بوكا طبعا، لسه تقريبا هيضيفوا حاجات. كويس الفكرة دي يعني، حلوة. طب نكمل بقى باقي الجولة. طب نجرب ندخل المكان ده، التحميل هنا بيبقى سريع بالنسبة لتوكا بوكا، توكا بوكا التحميل بتاعه بيبقى بطيء. هو ده المكان، شكله حلو برضو. طب انا عايزه اجرب افتح اللي في الشجره دي، افتح ازاي؟ مش راضيه تفتح. الحاجات دي بتنور، حلو. لما نورت، لما ضغطت عليهم اتفتحوا كلهم يعني، لما ضغطت عليها الباب اتفتح، ده اللي في الشجر، هو طلع كائن صغير حلو قوي. في هنا باب صغير برضو، ده ايه ده؟
دي في حيوان أليف. اهو صورة. ايه دي بقى؟ شكلها لعبة. المفروض اعمل ايه بالظبط؟ هما تقريبا اختفوا والمفروض نجمعهم، ده اللي انا فهمت. استنى بقى ندور عليهم، مش عارفة هما راحوا فين اصلا. طبعا انا اول مرة افتح اللعبة فمش فاهم فيها حاجة. ما علينا، لو عرفتوا نلعب اللعبة دي ازاي قولولي في التعليقات. نشوف بقى الجولة التانية، ده آخر مكان. لا ده هم موجودين هنا. ثواني، هو عامل كان عامل علامة كده اللي هم موجودين هنا. ادور عليهم بقى، هم راحوا فين اصلا؟ مستخبيين هنا مثلا، مفيش حاجة هنا. لقيتها اهي، لقيت التفاحة دي. لاحظت حاجة، ان مفيش اماكن للشخصيات تحت، يعني في توكا بوكا بيبقى في شخصيات تحت، لو ما فهمتوش قصدي ايه، بس انا حاطه الكسورة هنا. انا لقيت التفاحة دي فانا عايزة اخدها، مش عارفة اخدها ازاي. وانا كده تقريبا اخدتها. اكتشفت حاجة يا جماعة، ان المفروض ان التليفون ده بنجيب الشخصيات منه، يعني لو عايزين نجيب شخصية هي تطلع لنا على طول، يعني شبه اللي موجودة في توكا بوكا. يعني انا فكرت مش موجودة هنا، بس عاملينها بطريقة حلوة وشكل حلو برضو اللي احنا نجيبه. يعني اي شخصية نجيبها، دي الشخصيات اللي احنا صممناها، يعني اللي باللون البنفسجي دي، ده الشخصيات اللي احنا مصممينها. لكن دي بقى الشخصيات التانية اللي موجودة في اللعبة، نقدر نجيب الشخصية دي شخصيات تانية كتير. يعني اظن اللعبة دي كاملة وحلوة قوي. وانتوا بقى اكتبولي في التعليقات تقيموا اللعبة دي كام من 10. انا طبعا هقيمها 10 من 10، واتمنى يطوروا في اللعبة ويضيفوا حاجات اكتر. طب نرجع كده لنفس المكان. احنا كده اخدنا التفاحة، ولسه في لسه في لسه حاجة تانية هنا. طب ندور عليها كويس. لقيتها اهو يا جماعة بعد عناء طويل. تمام. ده هنا في بحر حلو قوي، وفي اسماك برضو، اسماك بتتحرك لوحدها. ده غير تكوبا طبعا، الاسماك بتبقى ثابته. في انا كنت عايزه افتحه مش بيرضى يفتح. تقريبا في المفتاح ده اللي كان موجود. ايوه هو ده، انا جايب المفتاح ده، هاخد المفتاح ده واجرب احطه. كده اتفتح. ايوه طيب، انا عايزه اجرب اخد مثلا الشخص ده. بيعوم بشكل حلو برضو. طب عايزه اجيبه هنا. قولولي بقى في التعليقات ايه رأيكم في اللعبة دي، هتقيموها كام من 10؟ طبعا في هنا ايس كريم. كان بقى نكمل باقي الجولة، خلاص نشوف الاناناس اللي هنا. ايوه لقيت واحدة اهي، خلاص. ولسه دي اهي، خلاص لقيتها، خليها تمسكها. طيب بس طب كده كملت اللعبة اهو. ده هو كان بيوضحها هنا. ما علينا يا جماعة، احنا نكمل بقى الجولة بتاعتنا وخلاص. كنت المفروض اجمعهم واجيبهم يعني. طب احنا نكمل بقى الجولة بتاعتنا، اظن خلصنا الجولة بتاعتنا. نشوف هو المكان ده مش بيفتح، او تقريبا لسه هيفتحوه قريب، بس اتمنى يضيفوا اللي هو احنا نقدر نعمل نصمم بيوت وكده. اظن هما لسه بيطوروا في اللعبة دي، فبداية حلوة برضه. قبل ما نختم بقى الفيديو، نعمل شخصية كده بسيطة لينا، نمسح كده الشخصيات اللي احنا عملناها. لما نعمل بقى واحدة جديدة، ماشي. لون البشرة كويس. نعمل شعرها لونه ايه؟ نخليه اصفر. ده نخليه اصفر او اشقر زي ما تقولوا. خليها تلبس طاقية كده. يلا ونجرب بقى نجيب بنطلون كده. خلاص ماشي، خلينا نسيبه بدي. هنا ما فيش هدوم كتيرة طبعا، ما لسه يمكن هيطوروا في اللعبة ويضيفوا حاجات اكتر وكده في التحديثات الجاية. اظن احط دي احسن. ماشي، خليها دي لاقية مع شعرها. حط بس الجزمة دي. تمام، عملنا شخصية بسيطة هي حلوة. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. الجولة بتاعتنا
واقترحوا لي بقى فيديوهات هنعمل ايه اكتر في اللعبة دي وكده. لو عايزين نكمل في اللعبة دي اضغطوا على زر اللايك، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.